باسم الآب والابن والروح القدس آمين الآن واحد آمين. احنا وصلنا في سفر الرؤيا الإصحاح 20. ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحي القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. الباراجراف دوت في مشاكل كتيرة في التفسير، لأن في ناس فهموه على أن المسيح هيجي في آخر الزمان ويأيد الشيطان 1000 سنة بالرقم الحرفي ويملك على الأرض ملك مادي زماني لمدة 1000 سنة، وبعدين تخلص 1000 سنة ويجي المسيح مرة تانية وياخد المؤمنين. إذا أخذنا بهذا التفسير معناها أن المسيح له 3 مجيئات، المجيء الأول والثاني والثالث، وهيبقى تدخل في متاهات كثيرة. لكن تعالوا نبص على التفسير بتاع كنيستنا الأرثوذكسية. الملاك النازل من السماء هو إشارة للسيد المسيح، ودي حاجة ما تخوفناش لو وصف المسيح بأنه ملاك. كلمة ملاك في اليوناني أنجيلوس، دي مشهورة كلمة أنجيلوس يعني ملاك. والمعنى الحرفي بتاع كلمة أنجيلوس يعني رسول، رسول مرسل من السماء حتى منها كلمة إيفانجيليون يعني الرسالة الحسنة اللي هي الإنجيل، الإنجيل معناها الرسالة، فأنجيلوس معناها رسول مرسل من الله. فالمسيح أرسل من الآب، فمن ضمن ألقابه أنه رسول، ومن ضمن ألقابه أنه ملاك. قيل عنه في النبوات أنه ملاك المشورة العظمى، ده تعبير بنستخدمه في التسبيح. بس في فرق بين أننا أقول المسيح من ضمن ألقابه كلمة ملاك، وأننا أقول المسيح هو ملاك مش إله. في فرق كبير، يعني حتادي هي اللي لخفنت السبتيين الأدفانتست لما قالوا أن المسيح هو الملاك ميخائيل، اتلخفنوا سبب. احنا مش خايفين من الآية دي، يعني مش بنخبيها، لكن نقول في فرق بين ان انا اقول المسيح هو الملاك ميخائيل، يبقى لغيت حاجة من اتنين: اما لغيت الملاك ميخائيل ببقاش في شخصية اسمها الملاك ميخائيل، ده هو احد تجليات الله، واما بلغي ان المسيح هو الله بخليه مجرد هو الملاك ميخائيل تجسد، والاتنين غلط ضد الحق يعني. وفي فرق بين ان اقول ان احد القاب المسيح ملاك، زي ما من ضمن ألقابه نبي، ومن ضمن ألقابه ابن الإنسان، ومن ضمن ألقابه رسول، ومن ضمن ألقابه ملاك المشورة العظمى. فرأيت ملاكا نازلا من السماء، في الحقيقة هو شخص ربنا يسوع المسيح، معه مفتاح الهاوية. الوحيد بقى اللي معاه مفاتيح يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح، هو المسيح. وسلسلة عظيمة على يده، جايبها عشان يسلسل بيها الشيطان. طبعا الشيطان كيان روحي، فمش معقول يبقى السلسلة دي سلسلة مادية، عشان الناس اللي بيفسروها بمعنى مادي وان الالف سنة يعني 1000 سنة. الكلام هنا كلام على مستوى الرمز، وانتوا شايفين من اول ما بدأنا نفسر سفر الرؤية مليان بالرموز، مش معنى الحتة دي بقى لها تبقى حرفية. فالسلسلة عظيمة على يده لا يمكن تكون سلسلة حديد مثلا، لكن دي سلسلة روحية، معناها انه هيأيد الشيطان بسلطان روحي. ولعل السلسلة العظيمة اللي على يده هي الصليب اللي هيأيد به الشيطان. فقبض على التنين،
شوف هنا وصفه كم وصف، التنين الحية القديمة اللي هو إبليس والشيطان، أي كل أساميه، وقيده 1000 سنة. هنا كلمة أيده معناها حدد من سلطانه، وأصبح الشيطان ملوش سلطان، وأصبح في ناس ممكن يكونوا قديسين ويعيشوا حياة في منتهى البر والقداسة ويغلبوا الشيطان. في العهد القديم ما كانش حد قادر يغلبه، يقول لك الجميع زاغوا وفسد عوزهم مجد الله، حتى الآباء الأبرار كان البر بتاعهم بر نسبي. فرق كبير جدا بين أنبياء العهد القديم وقديسين العهد الجديد. شوف مثلا داود النبي وهو من عظماء الرجال، قديس رائع جدا، شوف تزوج كم امرأة، وشوف حياته وقع في كم خطيه. شوف مثلا ابراهيم ابو الاباء، بينما عندنا في المسيحية قديسين بتوليين وقديسين عاشوا حياة ما فيهاش لوم. الفرق حاجتين، ان اخذنا النعمة وان الشيطان متأيد. في العهد القديم مفيش نعمة ومفيش طاعة، فغصبا عنه عشان كده اعتبروا ابرار. داود سقط في زنا وقتل، وربنا يقول له فتشت قلب داود عبدي فوجدت حسب قلب. بقى النهارده لو واحد من مؤمني الكنيسة المسيحية سقط في زنا وقتل، نقول عليه في الكنيسة القديس البار؟ لا يمكن، لأن معطياتهم في العهد القديم كانت ضعيفة في مقابل أن الشيطان كان مطلق. العهد الجديد احنا معانا النعمة والشيطان متأيد. تقول لي طب متأيد وبالرغم من ذلك بنعمل خطايا فظيعة كده، أقول لك بقى أنت اللي بتروح له برجليك. الشيطان متأيد من يوم الصليب. ويشبهوه الآباء زي ما يكون كلب مربوط بسلسلة. عمال يهوهو فبيملى الدنيا ضغيق وصياح. وعمال بيجري بس مربوط. مين بقى اللي بينهشه الكلب ده؟ اللي يقرب له. لكن طول ما انت بعيد هو بيهوها يهوها ونصر. كل ما بنغلط في خطيه معناه احنا اللي اقتربنا بانفسنا الى الشيطان وقعدنا نلعبه، فهو طبعا كان بيلعبنا هو كمان. المسيح قبض على التنين الحيه القديمه، يفكرنا بتاعت حيه الفردوس اللي وقعت ادم، الذي هو إبليس والشيطان، وقيده 1000 سنة. الرقم 1000 دوت يرمز للأبدية، لأن عندكم آية بتقول يوم عند الرب كـ1000 سنة و1000 سنة كيوم واحد. فـ1000 سنة دي هي يوم واحد عند الرب، يوم واحد طويل من ساعة قيامة المسيح لغاية المجيء الثاني، ده يوم واحد. زي ما كان في سفر التكوين ربنا بيخلق الدنيا في 6 ايام، وطبعا انتوا عارفين 6 ايام ما هماش 24 ساعة، ايام طويلة، حقبات تاريخية طويلة ممكن تبقى ملايين السنين، لان ال 24 ساعة دول اللي بيحددهم الشمس، حركة الارض حوالين الشمس حوالين نفسها. وفي اليوم الاول والتاني والتالت ما كانش فيه شمس اتخلقت، فالايام دي ايام طويله. احنا دلوقتي في اليوم 7 اللي هو السبت ده، وبعدين يخلص لما يجي المسيح في المجيء الثاني، ندخل في اليوم الكام؟ 8 اللي هو الابديه. فاحنا في يوم طويل مدته الرمزيه 1000 سنة. لما المسيح قبض على الشيطان وايده، طرحه في الهوية وأغلق عليه وختم عليه. شوفوا بقى كم حاجز يحجز الشيطان عني، إنه مربوط وملقى في الهوية ومقفول عليه وعليه ختم كمان، فلا يمكن يقدر الشيطان يفلت من هذه القيود ويطلع يحاربني، أنا اللي بروح له بنفسي. ختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد، لأن في العهد القديم كان بيضل جميع الأمم، كلهم كانوا عايشين في عبادة الأوثان، وحتى شعب الله المختار اللي هم اليهود كانوا بيسقطوا أيضا في عبادة الأوثان
وبيسقطوا في مخالفات فظيعة ضد ربنا. فربنا قال له خلاص مش هتضل الأمم فيما بعد، يأيد الشيطان ويطلق أبائنا الرسل، يروحوا بقى بشروا في الإنجيل في كل المسكونة، والشيطان عمال يهوهو وهم بيكرزوا بالإنجيل. الشيطان يهيج الحكام يقتلوهم، لكن الشيطان سلطانه كان ضعيف وما زال. بس بقى الحتة اللي بعدها تخوفنا، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. لاحظوا بقى كل الشرور اللي في الدنيا دلوقتي والشيطان متأيد، مش حل لما يطلقوه، هيبقى شيء فظيع جدا. تخيلوا ان في اسد محبوس في القفص وعمال جعان وبيزقر، وكل الزوار بتوع جنينة الحيوانات عمالين يتفرجوا عليه ويضحكوا ويكعكعوا لانه هو محبوس، وفجأة خرج من القفص وهو في ثورته، هيعمل ايه بقى؟ الرعب وينشره في الدنيا كلها. هيبقى الشيطان كده لما يطلق من قيوده هيبقى وضع صعب 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 جدا، يعني محدش يقدر يحتمله. المسيح قال سيضل ولو امكن المختارين ايضا، ولو لم يقصر الرب تلك الايام لم يخلص احد، ولكن من اجل المختارين تقصر تلك الايام. عشان كده قال يحل زمانا يسيرا، ودي اللي بيسموها بقى عصر الارتداد الاخير، الارتداد الى الخطيه والانحلال والضياع. ويظهر ان ربنا ابتدى يفك القيود دلوقتي، يعني حته حته كده الحكايه بتفك، الشيطان عمال طايح في الدنيا. ورايت عروشا فجلسوا عليها. دي بقى ايه؟ الناس اللي هم من ساعه ما المسيح اتصلب لغايه دلوقتي ولغايه المجيء الثاني بيموتوا ويطلعوا السماء، كل واحد له العرش بتاعه مستنيه. رأيت عروشا فجلسوا عليها، كل اللي طلع يجلس على العرش بتاعه. وأعطوا حكما، يعني أعطوا أن يكونوا فيهم الألوهة، هيبقوا كأنهم بيحكموا الأشرار. ودي مش غريبة، لأن السيد المسيح نفسه قال لتلامذته أنتم الذين صبرتم معي في تجاربي أعطيكم كراسي لتدينوا أسباط بني إسرائيل. فيبقى المؤمنين الأتقياء يشتركوا في الحكم، يقول لك أعطوا حكما. ورأيت نفوس الذين قتلوا، عشان كده كنيستنا فهمها ان هي حاجة رمزية، لان هنا بيتكلم عن النفوس مش الأجساد. لو ان المسيح هيملك 1000 سنة على الأرض يبقى هيملك على النفوس والأجساد، لكن هنا بيتكلم عن ملك روحاني على النفوس. ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته. فاكرين انتوا الوحش وصورته؟ اتكلمنا عنه قبل كده، وقلنا الشيطان بيحاول يقلد، عشان جاي لي سؤال بيقول لي من هو الوحش من هو النبي الكذاب. الشيطان بيحاول يقلد الثالوث. فإذا كان عندنا الآب والابن والروح القدس، والمسيح قال لنا إن الابن هو صورة الآب، فراح الشيطان عامل ثالوث زي كده، ثالوث نجس بقى، الوحش وصورة الوحش والنبي الكذاب. الوحش كأنه هو الآب يعني بتاع الشيطان، وصورة الوحش كأنه الابن، والنبي الكذاب كأنه الروح القدس. ثالوث نجس عشان يضلل به الناس، زي ما كان في العهد القديم أيام موسى السحرة بيعملوا معجزات تشبه اللي عملها موسى النبي عشان يعملوا مسليدنج، يخلوا الناس يقولوا ما ده سحر اللي بيعملوا موسى ده سحر، لكن في الآخر كانت العصاية بتاعت موسى تبتلع العصيان بتاعت السحرة، وفي الآخر السحرة نفسهم أقروا واعترفوا أن هذه هي الضلال. فالشيطان غاوي أن هو يقلد عمايل ربنا. عشان كده إذا كان عندنا كنايس وعبادة عملوا عباد الشيطان وكنايس للشيطان، إذا كان عندنا طقوس عمل طقوس، إذا كان عندنا قداس عمل قداس اسمه قداس الأسود، إذا كان في ذبيحة عندنا على المسبح
عامل هناك ذبائح نجسة وهكذا. وبعدين يقول الذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم. كل الكلام ده شفناه قبل كده في الإصحاحات السابقة، الوحش وصورته والسمة اللي بيحطوها على الجباه واللي بيحطوها على أيديهم، سمة الوحش. فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. النفوس الطاهرة اللي هي ما خضعتش لإغراءات الشيطان ولا لعبته كان ليهم فرصة أن يملكوا مع المسيح هذه 1000 سنة، سواء كانت نفوس عايشة في الأرض يملك المسيح على قلبها أو انتقلت إلى السماء فعاشت في ملك الله الدائم. وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. بقية الأموات بقى إنهم الناس الأموات بالخطية اللي ما أخدوش تجديد الروح القدس في سر المعمودية، واللي هم اتقال عنهم لك اسم أنك حي وأنت ميت، واللي قال عنهم السيد المسيح في إنجيل يوحنا الإنجيل اللي بتسمعوه لما يكون فيه جنازة، يقول لك تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. وتقال فيها من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من آمن بي فلن يموت إلى الأب. فالمسيح هو الذي يحيي الإنسان الميت بالخطية. فهنا بقية الأموات مقصود بيها الناس اللي ماتوا بالخطية أو كل الناس قبل المعمودية، دول بقى لم تعش حتى تتم 1000 سنة، ملهمش نصيب في شركة المسيح اللي هي مرموز إليها برقم 1000 ده، ملهمش نصيب في معية المسيح وشركته. وبعدين نرجع أقول لك هذه هي القيامة الأولى. القيامة الأولى هي المعمودية، مدفونين معه في المعمودية. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. القيامة الأولى هي المعمودية وهي أيضا التوبة. لما واحد يكون ميت بالخطية لازم يدخل في المعمودية فياخد القيامة الأولى ويعيش هذه القيامة باستمرار كل يوم، وإن سقطت إيه أقوم. هذا الإنسان اللي نصيب في القيامة الأولى يقول لك مبارك ومقدس، مغبوط. ليه؟ لأن الموت الثاني اللي هو الهلاك الأبدي ليس له سلطان عليه. يبقى أنا دلوقتي قدامي موتين وقيامة، الموت الأول هو موت الخطية والموت الثاني هو الهلاك الأبدي، والقيامة هي القيامة من الخطية. ما يتقالش بقى قيامة تانية ليه؟ لأن الناس اللي هلكوا هلاك أبدي ملهمش فرصة تانية. الموت الأول اللي هو الخطية لعلاج وهو القيامة الأولى، الموت الثاني ملوش علاج اللي هو الهلاك الأبدي، مفيش قيامة تانية. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. طالما دخل في القيامة الأولى يبقى الموت الثاني مش هيهوب ناحيته. ودينا فاهمين القيامة الأولى معناها المعمودية والاستمرار في المعمودية بالتوبة كل يوم، لأن الواحد لو ما تابش يفقد معموديته. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح، هيبقوا في الأبدية السعيدة كهنة لله وللمسيح. الكاهن هنا بمعنى انه هيقدموا صلوات وتسبيح وذبائح الشكر والفرح. حتى على الارض كل المسيحيين يعتبروا كهنة وملوك
من ساعة ما دخلنا المعمودية ودهلنا بالميرون كهنة وملوك وأنبياء. لكن ما يمنعش كون ان احنا كلنا كهنة وملوك، ما يمنعش ان في كاهن اسمه أبونا اللي هو مسؤول عن رعاية الشعب والشفاعة فيهم أمام الله. زي بالظبط كون الناس كلها ملوك ما يمنعش فيني رئيس للدولة أو ملك للمملكة. وإذا كان كل الشعب أنبياء لكن برضو ما يمنعش أن هناك إنسان له روح النبوة. وطبعا معروف في العهد الجديد روح النبوة مش معناها بيخبر بالمستقبلات لأن خلاص المسيح جه، ولكن يخبر بمشيئة الله أثناء الوعظ والتفسير. عشان كده بيقول الناس اللي هم دخلوا في القيامة الأولى هيكونوا كهنة لله وللمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. يبقى ملوك معاه 1000 سنة. لازم نبقى فاهمين الحتة دي، لأن إخواتنا البروتستانت بيؤمنوا بنص الحقيقة إن كل الناس كهنة، فما عندهمش كاهن. حتى القسيس اللي بيوعظ ده مش كاهن، هم بيرفضوا هذا الكهنوت وبيكرهوا الكلمات دي ويقولوا كل الناس كهنة، كله زي بعض، كلهم اخوة، مفيش ابونا مفيش سيدنا، كله اخوة. وده ضد الانجيل، لان الانجيل نفسه بيحدد ان في قصوص واساقفة وشمامسة في نظام في الكنيسة، والمسيح حدد ناس يكونوا معهم السلطان بتاع الكهنوت لما نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس. وتاريخ الكنيسة من اول ابائنا الرسل بيشهد، يعني محدش من حقه يخترع حاجة. فاحنا مش بنعترض على ان كل الشعب كهنة، لكن تبقى متظبطة المفاهيم ان مع وجود كهنوت عام هناك كهنوت خاص، مع وجود ملك عام هناك حكومة خاصة، مملكة خاصة، مع وجود نبوة عامة لكن هناك انبياء متخصصين. وبعدين يقول لك ثم متى تمت الالف سنة يحل الشيطان من سجنه، هي دي بقى المصيبة الكبيرة، ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض. الدنيا كلها تتقلب، إلا جوج وماجوج، ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. يبقى بيتكلم هنا عن حرب مدمرة شاملة الدنيا كلها من أربع زوايا الأرض، وعدد الجيوش اللي هتجتمع مثل رمل البحر، يعني لا يمكن إحصاؤه من الكثرة. فصعدوا على أرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. طبعا ممكن ما تكونش الحرب بالمعنى الموجود حاليا في أفغانستان، يعني مش حرب فيها أنابل وفيها دمار تصفية جسدية، لكن حرب روحية، ودي موجودة ساعتها حاجة شنيعة بقى، حرب بالإلحاد وحرب برفض الله وبكراهية ربنا وحرب بالنجاسات وحرب بالناحية الاقتصادية والمالية، ويبقى ضغط 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 على المؤمنين اللي بيستفسر واللي بيستهزأ واللي بيتريق واللي بيستفزك بالأسئلة. حرب، عشان كده قال عليها ايه، صعدوا على عرض الارض واحاطوا بمعسكر القديسين اللي هم الكنيسة يعني، وبالمدينة المحبوبة اللي هي الكنيسة. احاطوا بيهم، عاملة زي المزمور يقول لك احاطوا بي واكتنفوني. يبقى كده الواحد مخنوق من كتر الناس اللي عمالة تهاجمه. احيانا شباب بيحسوا بدي في الشغل او في الدراسة، تلفوا حواليه وياها اسئلة 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 اسئلة، لدرجة لو كانت بنت مثلا بيسألها تروح معيط من كتر الخنقة، يعني اسئلة فيها تهكم فيها ازدراء وفيها اهانة. يبقى كده يا ريتها اسئلة بس، هتبقى كمان محاربة في اكل العيش ومحاربة في كل ما يخص حياة المؤمنين. لكن الشيء اللي يعزينا ان بقية الآية تقول ايه، فنزلت نار من عند الله من السماء واكلته. النار دي بقى هي روح القدس اللي جايلنا من السماء يعيننا، زي ما المسيح قال
نتقدموكم لا تهتموا كيف أو بما تتكلمون أو بما تجيبون، لأن لستم أنتم المتكلمين بل مين؟ الروح القدس. تلاقي الواحد في وسط 10 من الحواطين حواليه وربنا اداله غلبة ولسان يهزم العشر، يبقى نزلت نار من السماء وأكلته يخرسه، ويرجع يقول أنا مش عارف جات لي الكلمتين دول من فين، ده أنا كنت قعدت أحضرهم وما كنتش عارف أوصل لهم. نقول لستم أنتم متكلمين بل روح أبيكم. وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار. بعد ما أطلق زمانا يسيرا يطرح في بحيرة النار والكبريت، حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. طبعا حاجة تطمنا إن أخيرا الشيطان اترمى في بحيرة النار والكبريت وانتهت المأساة بتاعته والأذية بتاعته لكل البشر. يقولك سيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين، يعني كأن ربنا اداله في الآخر فرصة أخيرة عشان ما يبقاش حتى الشيطان، ما يبقاش ربنا ظلمه، يقول له اديتك كل الفرص حتى في الآخر طلقتك كده شوية جايز، لكن لا يمكن يكون انه يتوب، لا يمكن يتوب. لكن هي بس عشان تدبير الإلهي للزمن يقولك انا اديت له كل الفرص ولم يتوب هو ولا كل أتباعه. وحتة الإطلاق الأخير ده قبل الهلاك الأبدي يقولك زي صحوة ما قبل الموت. تلاقي واحد عيان نايم في العناية المركزة في غيبوبة وفجأة فاق وبقى كويس، قلنا الحمد لله بقى كويس، وهو عليه فجأة يموت. قال لا ما كان كويس، يسموها صحوة ما قبل الموت. قال الشيطان هيعمل له ربنا كده صحوة ما قبل الموت. بعد ما خلصت قصة الشيطان يقولك ثم رأيت عرشا عظيما أبيض. ده المنظر الجميل بقى، العرش العظيم بتاع الملك والحكم، والعظيم لانه يليق بالله، وابيض لانه طاهر نقي. والجالس عليه الذي من وجهه هربت الارض والسماء ولم يوجد لهما موضع. العالم المادي يزول، تهرب من وجه الرب. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. فيش فرق، اللي بيموت صغير اللي بيموت كبير كله يقف قدام ربنا. هنا الوقوف وقوف المحاسبة في المحكمة كده، لما يدخل القاضي الحاجب بتاع المحكمة يخبط ويعلن حضور القاضي فالناس كلها تقف. رأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، مستنيين إعلان النتيجة بقى. الشيطان خلاص راح لحاله، فدلوقتي ربنا بقى يبص للبشر يقول لهم شوفوا بقى، اللي مشي ورا الشيطان هيروح مع الشيطان، واللي مشي معاه هيجي معاه. وانفتحت أسفار، كلمة أسفار يعني كتب. طبعا هذه الأسفار هي أعمال الناس، كل واحد له كتاب تكتب فيه أعماله. وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة. سفر بقى ربنا اللي كاتبه، كاتب فيه أسامينا، زي ما قال لأبائنا الرسل لما رجعوا من الإرسالية فرحين وقالوا له يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. قال لهم لا تفرحوا بهذا ان الشياطين تخضع لكم، بل افرحوا بالحري ان اسماءكم مكتوبة في ملكوت السماوات. فده سفر الحياة التي كتب فيها اسامينا. وانت عارفين طبعا في الكنيسة دايما في المعمودية دفتر يكتب فيه اسامي الناس اللي اتعمدت، ده اسمه سفر الحياة. وهذا الدفتر موجود من ايام الكنيسة الاولى في القرن الاول، سموه سفر الحياة. وكان زمان الاب الاسقف هو اللي يكتب الاسامي في السجل ده، كان ليها معنى جميل. المعمودية زمان كان ليها بهاء قوي،
نفسي في مرة أبقى معه لما أخلص تلاقي. أنا لما كنت في اليونان السنة اللي فاتت داخل الكنيسة في مرة بزور الكنائس في البلد يعني، فلقيت كأن في إكليل، قلت في فرح في إكليل كويس عشان نحضر، لا دي معمودية وناس جايين بيزينوا الكنيسة ويحطوا ورود وأنوار، والأم لابسة زي كأنها عروسة، والطفل والأب والمعازيم عشان يعملوا معمودية، بيعملوها بعد الظهر مش الصبح. كان زمان في الكنيسة الأولى اهتمام حلو قوي بالمعمودية، وكان من ضمنها ان الأب الأسقف بإيده يكتب اسم المعمد في سفر الحياة علشان يقول ده بقى دخل رسمي في ملكوت الله. بس هذه الكتابة مش معناها ضمان الملكوت، لان ممكن الاسم بعد عنكم ايه يتمسح، بدليل ان احنا شفنا في الاصحاحات الاولى المن يغلب فسأعطيه ان يجلس معي في عرشي ولا امحو اسمه من سفر الحياة. يعني ممكن واحد بعد عنكم اسمه يتمسح. فاحنا اسمينا مكتوبة من يوم المعمودية في سفر الحياة. وانفتح سفر اخر هو سفر الحياة، ودين الاموات مما هو مكتوبا في الاسفار بحسب اعمالهم. خلي بالكم اخواتنا البروتستانت بيلغوا الاعمال، يقول لك الايمان فقط، النعمة فقط. وهنيجي في اليوم الاخير نريد بيحاسبنا على الاعمال، لما يكون الواحد عمال عايش على وهم ان هو الايمان فقط الايمان فقط، وفي الاخر يلقى المعيار هو الاعمال، تبقى مصيبة، لان هو ما حطاش في الحسبان خالص، وهذا تضليل وضد الانجيل. المسيح اكتر من مرة يقول ان هو هيجي ويجلس على عرش ويدين الناس حسب اعمالهم، ويعطي كل واحد حسب اعمال حسب اعمال. وقال لنا كده ان هيقول للناس الابرار لاني كنت جوعانا فاطعمتموني، كنت مريض، يعني كلها اعمال. يجي لك واحد بمنتهى البساطة يقول لك ان الاعمال كلها زي قلتها هو الايمان فقط. طب وفين الاية؟ ده انت عندك الايات ضد اللي انت بتقوله، شيء يعني مش عارف الشيطان ليه يعمل، يعني لازم يعمل كده الشيطان عشان يضلل الناس ويطمنهم ويوهمهم، وفي الاخر تبقى ياخدوا مقلب متين يعني. بس مقلب ملوش علاج، لان ده ما فيش لا دور تاني ولا ملحق ولا استئناف ولا نقض ولا ابرام، ده نهاية. فشيء خطير جدا، عشان كده الواحد لما بيجي عندها ينفعل كده يا جماعة، لان الفكر البروتستانتي يضلل الناس، وكله املس كده وناعم وجميل والناس تفرح بيه، يقولك مش كلمة ربنا، كلمة ربنا ايه دي، بتضيع الناس وتوديهم في الهلاك. لان لما يجي يعلم ده، انا قريت في احد كتبهم يقولك الاعمال اهانة لله، الاعمال الصالحة اهانة لدم المسيح. وبعدين بيفسرها ازاي، يقولك ان دم المسيح بالمنطق كده مش بالايات بقى، دم المسيح كافي ولا مش كافي؟ يرد على نفسه يقول ده كافي، كافي يغفر جميع خطايا الناس ويدخل السماء. اذا انت لما بتيجي تعمل اعمال صالحة كأنك بتقول للمسيح دمك مش كفاية، انا هكملها باعمال. منطق معكوس مقلوب ومدخل يضلل الناس، وممكن يكون مقنع يقولك ايوه يبقى دم المسيح كفاية. طب دم المسيح كفاية يعني معناها انا ابقى انسان شرير وما يهمنيش المسيح يخلصني بشري بدون توبة بدون عودة بدون عمل صالح؟ طب افرض واحد تاب وما عملش اعمال صالحة، هيدخل ولا مش هيدخل؟ مش هيدخل برضه، لان قال لهم الناس اللي طردهم بره الملكوت قال لهم كنت مريضا فلم تزورون، مش كده؟ ما قال لهمش عملتوا خطية، ده قال لهم انتوا ما عملتوش حاجة كويسة. فالاعمال مهمة جدا، لازمة جدا للخلاص. معاهم حق في حاجة بقى، ان لو واحد بيعمل اعمال صالحة بدون ان يؤمن بالمسيح اعماله الصالحة ما تخلصوش، دي صح، لان ايمان المسيح هو الاساس. لكن برضو ايمانه بالمسيح بدون اعمال صالحة ما يبقاش مظبوط، وهذا التعليم من الشيطان، لانه هيخلي الناس مطمنين ونعسانين
وحاطين في بطنهم بطيخه صيفي ويقول لك انا ضمنت الملكوت، ويجي في الاخر لا مفيش لا ملكوت ولا حاجه، لان المحاسبه هتبقى على الاعمال الصالحه. دين الاموات مما هو مكتوب في الاسفار بحسب اعمالهم. وسلم البحر الاموات الذين فيه، يعني لو واحد مات غريق في البحر برضه هيجي، محدش هيزول من ربنا. واذا اعتبرنا كلمة بحر برضه بالتفسير الرمزي هي بحر العالم، يعني العالم سلم الاموات اللي فيه. وسلم الموت والهوية الاموات الذين فيهما، الناس اللي انحبسوا في الجحيم هيقفوا قدام ربنا برضه عشان يتحاسبوا. ودينوا كل واحد بحسب اعماله. ادي بيكررها تاني عشان يؤكد عليها، عامل زي ايه، اعمالهم تتبعهم، مش كده؟ اعمالهم تتبعهم. مهم جدا المعايير بتاعت الانجيل ما نلخبطهاش وما نغيرهاش، لان الانجيل اعلن لنا ان الاعمال لازمه للخلاص، ومعلمنا يعقوب قالها بمنتهى الوضوح، ايمان بدون اعمال ميت، والشياطين يؤمنون ويقشعرون، لان ايمانهم مش هيخلصهم، لان بالرغم ان عندهم ايمان الشياطين لكن اعمالهم شرير. وطرح الموت والهويه في بحيره النار، هذا هو الموت الثاني اللي هو الهلاك الابدي بقى. طرح الموت والهويه في بحيره النار، معناها ما بقاش بعد كده في موت، والناس اللي كانوا في الهويه اللي هي الجحيم اتخذوا من الجحيم اترموا في المرحله الثانيه اللي هي بحيره النار. انتوا عارفين طبعا عندنا الفردوس والايه والملكوت، والاشرار عندهم الجحيم وجهنم بحيره النار. فالناس اللي في الفردوس يروحوا الملكوت، والناس اللي في الجحيم هيروحوا بحيره النار. هذا هو الموت الثاني. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياه طرح في بحيره النار. لازم الاسم يبقى مكتوب في السجل ده بتاع المعموديه والتوبه الدائمه اللي هو سفر الحياه. كل انسان